أنا كده طمنت عليك وعرفت إنك بقيت وحش، مش محتاج أي حاجة قبل ما تتوكل على الله. ربنا يخليك ليا. يعني الحقيقة مش عارف أشكركم على إيه ولا على إيه. طولي بس يعني ربنا يقدرني ويطول رقبتكم. هيحصل إن شاء الله. بس أنا بسألك، محتاج أي حاجة؟ هو الصراحة يعني في حاجة كده بس مش عارف إذا كان تنفع ولا لأ. قول، عايز إيه؟ أنا كنت محتاج أكلم أهلي وأسمع صوتهم. حضرتك عارف الأعمار بيد الله. ينفع طبعا. شكر. أمني له الاتصال. الفترة الأولانية دي مش محتاج منك أي شغل خالص، لازم تخلي بالك. حتى لو المعلومة اترمت قدامك لازم تفهم إنك أنت ممكن تبقى طعم. مرمي بس عشان يعرفوا ميتي. والله العظيم ما تقلقش. حاضر. اتصال جاهز. الو الو، هي امي. انا علاء. علاء حبيبي يا ابني، ازيك يا علاء؟ والنبي والنبي يا امي، والنبي لا تسامحيني، واوعي تزعلي مني مهما حصل. اللهم صل وسلم عليه يا ابني. طبعا سامحاك. اخبارك ايه؟ طمني عليك. هتيجي امتى؟ انت وحشاني قوي.